قولي ذرار أغبال أتفاصيل هدرت أنزيك أروشي درنت غروسي معشار ذاغ أخذ مني لماعن سيفة سنسن محالي سناجين أمي محمد ذي جزيسن سقضو ظانيس يتفغذ البقان والسان زيك هدرت باي سنة يجي خدمين ما زال خدمة ذي سنة وذالي واحد ولو واحدة على المخد واحدة ياخذك وخلاص كيفاش يخدم بس يخدم ولا خدمة نورمال وديهم السوق تو خدمت السوق ونزيح أذخرتا يبد فلاس الديوان ومرحن البلدية ناغبال من يديو أكذي حرفين ويقرس النبريذ وزيجو نسلع الثنسن نشني الديوان ويتساهم كثير موروث ثقافي تقليدي الجهة الغربية لولاية بازا ماني نشنين دايما نتقابل سدنان إذني قرنت تقليدي تعدنت قوخة ماكن باش سبيت المنتوج أكذ باش سوق انتيه نفقسي أغبال نكاف مسلمون وذم ذيج محال مورث محالي غال هو الكذي كرميا والنيالي كنسيا آية فيلو معن انتلاخث أكذا ذلس ذريحث انزيك نشين غير المناسبة للناير تسني دغون فامي تون داك يسني لوفاني قدود الناكن تسني توني قفيفين قدودين قرضالين مويان الطبوق قرني شمينقوم الحلوى عموشن حباق القاطو منين داك تون دربو كاتني قدودين هكذا شغلت قرن الصهرات أس داعين دفلا نديرو الطعام بالجاج نوعو كل واحد واش يخدم واحد يدير واحد واحد يدير حلوى واحد يدير طعام واحد يدير رفيس كل واحد واش يحتفل به والمعاذ الولايه انتي بازاه تشورس خير اكد العوايد مزيك اخلنت كوبانيين بدنت فحرز نسن زيسنت الديوان تمرثني بالزد الاعلام من يرزمي ورئيس احرفين باش الحياثه اقمنت ادرنت من خلال فتح الابواب للفنانين المنطقة وكذلك الحرفيين باش يجيو ويقوموا بعرض الأنشطة تاعهم على سبيل المثال خلال احتفالية برأسنا الأمازيغية تفتح الأبواب لجميع الحرفيين وكذلك الفنانين باش يجيو ويقدموا ويعرفوا جمهورنا الكريم بالموروث الثقافي لولاية تيبازا بالخصوص خاموش نوي أقلين يعني لما عنين الحوايج لنا من التراث من المنطقه لنا بحال ما كلمت قبل ما هنا رنا ذيك الك يعني الحوايج نيزيك ذوا ذرزه في النغ جاري ظناظ ذوا الساع في معشر الجهتا اطفن قزوران سن